وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون والحق أقول ابن تيمية لم يأتي بشيء جديد توحيد الربوبية منصوص عليه في القرآن توحيد الألوهية توحيد الصفات كل هذه الأشياء منصوصة في الكتاب والسنة ولكن ابن تيمية أوضح هذه المعاني بتفسير نصوصها من الكتاب والسنة فصار لياما على المسلم أن يتبناها بهذا الإيجاد لأن ليس كل مسلم يستطيع أن يفهم مثلا نص توحيد الربوبية من أين جاء نص توحيد الألوهية أو العبادة من أين جاء توحيد الصفات من أين جاء عامة الناس المكلفين بفهم شهادة توحيد هم لا يستطيعون أن يفهموها إلا بطريق أهل العلم إذا ربطنا الطرف عن تقسيم ابن تيمية موضحا لنصوص الكتاب والسنة التي استلخص منها هذه الأنواع الثلاثة من توحيد الربوبية توحيد الألوهية توحيد الصفات ما هي الوسيلة التي يمكن أن نصور لنصل إلى فهم هذه الحقيقة حقيقة لا إله إلا الله